نروح مع حضراتكم الآن إلى العاصمة الصينية بكين مع مراسل القناة الأولى علاء رشوان. علاء، يعني بعد التحية تابعنا منذ قليل كلمة السيد الرئيس أمام الجلسة الافتتاحية للدورة العاشرة للمنتدى العربي الصيني، أهم ما جاء في هذه الكلمة بالإضافة أيضا إلى تفاصيل أجندة لقاءات الرئيس بالأمس واليوم. صباح الخير محمد، وصباح الخير على كل مشاهدي صباح الخير يا مصر على القناة الأولى بالتلفزيون المصري. كلمة في غاية الأهمية ألقاها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لدى حضوره الاجتماع الوزاري العاشر لمنتدى التعاون العربي الصيني. كلمة تركزت على عدة محاور تعكس أهم المبادئ والمحاور التي يعمل عليها هذا المنتدى منذ تأسيسه في عام 2004، مرورا بعشرين عاما مضت منذ تأسيسه واستشرافا لمستقبل هذا التعاون في ضوء عدد من المحاور التي ألقى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الضوء عليها، سواء كانت محاور سياسية أو اقتصادية. الكلمة جاءت لتركز على محاور تتعلق بآليات تطوير آليات عمل التعاون العربي الصيني في الفترة المقبلة والتعاطي مع عدد من التحديات الاقتصادية العالمية. نتحدث عن حوكمة الاقتصاد العالمي، نتحدث عن قضية التغيرات المناخية، نقل وتوطين التكنولوجيا من الجانب الصيني إلى الدول العربية وغيرها من التحديات التي باتت تفرض نفسها على أجندة العمل التنموي والاقتصادي سواء كان عربيا أو صينيا. السيد الرئيس أيضا وضع خارطة طريق للفترة المقبلة في إطار هذا التعاون بين الجانبين، عندما تحدث وأكد أن هناك تكاملا في الرؤى ما بين تطبيق أجندات التنمية المستدامة سواء كانت في مصر أو في الدول العربية حتى عام 2030، وبين المبادرة الصينية الأبرز مبادرة الحزام والطريق. وأكد سيادته أنه يجري العمل خلال هذه المرحلة للدمج والتكامل بين المبادرتين وبين الرؤيتين، انتهاء بتوحيد العمل العربي الصيني فيما يتعلق بإقرار عمليات التنمية المستدامة لصالح شعبي كلا الجانبين. السيد الرئيس أيضا أشار في صدارة كلمته إلى قضية العدوان على غزة، وطالب بضرورة وقف إطلاق النار الفوري وإنفاذ المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، والتأكيد على حقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولة فلسطينية ذات السيادة على حدود 4 يونيو حتى عام 67، ويعني توجه بالشكر للمواقف الصينية الداعمة في هذا الإطار سواء كانت في محافل إقليمية وعربية، ما يعكس تطابقا في الرؤى بين الجانبين العربي والصيني حيال هذه القضية، تحديدا قضية وقف العدوان الإسرائيلي الفوري على قطاع غزة. السيد الرئيس أيضا أشار وبوضوح خلال كلماته إلى قضية الأمن المائي، حينما أكد أن الأمن المائي حق أصيل من حقوق الشعوب العربية، تحديدا الأمن المائي العربي، وأشار في هذا السياق إلى المفاوضات التي جرت طوال 10 سنوات مع الجانب الإثيوبي التي وجهت وقوبلت بتعسف وتعنت من الجانب الإثيوبي فيما يتعلق بالحقوق المصرية في مياه النيل. وأكد سيادته أن هذه القضية، قضية الأمن المائي العربي، أحد أهم محددات التنمية المستدامة في المنطقة العربية، وأكد أن هذه سوف تكون على أجندة عمل المنتدى العربي الصيني خلال المرحلة المقبلة. محمد، يعني في حقيقة الأمر الكلمة التي ألقاها السيد الرئيس، كلمة مصر أمام الاجتماع الوزاري العاشر لمنتدى التعاون العربي الصيني، جاءت كلمة شاملة ألقت الضوء وبوضوح على أهم محاور عمل هذا المنتدى خلال الفترة المقبلة، خاصة وأن الجانبين الصيني والعربي يحتفلان بمرور كما أشرنا 20 عام على تأسيس هذا المنتدى، واستشراف للمستقبل القريب فيما يتعلق بتطوير العمل سواء كان سياسيا أو اقتصاديا. بالإشارة إلى سؤالك حول نشاط السيد الرئيس، كما تابعنا أبرز الاجتماعات واللقاءات التي عقدها وأجراها السيد الرئيس، كان بالأمس حين استقبل سيادته الرئيس الصيني شي جين بينغ بقصر الشعب لتجرى قمة ثنائية مصرية صينية جاءت لتسفر عن عدة نتائج، كان أبرزها التوقيع على 6 اتفاقيات ومذكرات
تعاون وتفاهم بين الجانبين فيما يتعلق بعدد من القطاعات، بداية بقطاع تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات، مرورا بالتعاون فيما يتعلق بإنتاج وتصنيع الأقمار الصناعية. مصر تسلمت بموجب إحدى هذه الاتفاقيات القمر الصناعي نايل سات 2، بالإضافة أيضا إلى عدد آخر من الاتفاقيات ومذكرات التعاون والتفاهم التي تتعلق بالإجراءات الجمركية وتيسير وتسهيل دخول عدد من السلع الغذائية والمنتجات الزراعية المصرية إلى السوق الصيني، وغيرها من الاتفاقات التي تتعلق بدعم وتعزيز أطر التعاون الاقتصادي بين البلدين، خاصة أن الست الاتفاقات أو التوقيع على مذكرات التفاهم والتعاون أمس يضاف إلى أكثر من 65 اتفاقية واتفاقية ومذكرة تفاهم وتعاون بين الجانبين موقعة خلال العشر سنوات الماضية. أبرز هذه الاتفاقيات هو اتفاق الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين القاهرة وبكين التي تمر بعامها العاشر بعد توقيعها في عام 2014. السيد الرئيس في لقاءاته المتعددة مع الجانب الصيني التي استقبل خلالها رئيس مجلس النواب الصيني وأيضا رئيس مجلس الوزراء الصيني، بالإضافة أيضا إلى عدد من اللقاءات الأخرى التي سوف يجريها السيد الرئيس اليوم وصباح غد مع عدد من رؤساء مجالس إدارات خبريات الشركات العاملة في مجالات متعددة في السوق المصري، سوف يعني تبرز نتائجها للفترة المقبلة بعد مضاعفة هذه الشركات لحجم استثماراتها في الأسواق المصرية، خاصة إذا ما علمنا أن منذ نحو الثلاثة أشهر دخلت 20 شركة صينية جديدة بالمنطقة الصناعية الصينية في محور تنمية شرق قناة السويس، شركات تتعلق عملها أو يتعلق عملها بتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات، الذكاء الاصطناعي والنقل الذكي واللوجستيات وتطوير ورفع كفاءة الموانئ. هذه اللقاءات التي أشرنا إليها التي أجرها وسيجريها السيد الرئيس تهدف في الأساس إلى دعم وتعزيز الروابط والعلاقات الثنائية بين مصر والصين، خاصة على الصعيد الاستثماري والتجاري، خاصة إذا ما علمنا أن حجم الاستثمارات الصينية المباشرة في مصر شهد اضطرادا ملحوظا خلال الثلاثة أعوام الماضية حتى وصل إلى نحو 12 مليار دولار، بتوفير أكثر من 40 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة للشباب المصري في عدد متنوع وهام من القطاعات الحيوية مثل اللوجستيات، النقل الذكي، الإنشاءات والبناء التحتية. وهناك نماذج واضحة لهذا التعاون اقتصاديا واستثماريا على الأرض، نتحدث هنا عن أبرز معالم العاصمة الإدارية الجديدة، البرج الأيقوني، أطول برج في قارة أفريقيا، نتحدث عن عدد من القطارات الذكية ووسائل النقل الحديثة، نتحدث عن المنطقة الصناعية في محور تنمية قناة السويس، أكثر من 70 كيلومتر منطقة صناعية صينية تمتد على مساحة هائلة توفر استثمارات مباشرة للقطاعات الحيوية التي يعتمد عليها الاقتصاد الوطني في هذه الأونة. محمد، نتائج كبيرة ومتعددة ومتشعبة للزيارة الهامة التي يجريها السيد الرئيس إلى العاصمة بكين بدعوة رسمية من الرئيس الصيني تشين جين بينغ. تتعدد هذه النتائج وتتفاوت ما بين السياسي، منها بدعم وتعزيز التنسيق والتشاور بين القاهرة وبكين في ما يتعلق بمختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، أو فيما يتعلق بالشق الثنائي الذي يشمل العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية. الجانب الصيني ينظر بعين التقدير والاحترام لهذه الزيارة الهامة التي تضيف لبنة جديدة في جدار العلاقات المصرية الصينية التي تدخل عامها 66، وتدخل العلاقات المصرية الصينية على مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين عامها 10، وسط اضطراد ملحوظ وتقدم مضطرد فيما يتعلق بتعزيز هذه العلاقات على كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية والثقافية وحتى البرلمانية والشعبية. نعم محمد. علاء، يعني علاء رشوان، موفد القناة الأولى والتلفزيون المصري من العاصمة الصينية بكين، شكرا جزيلا على هذه الإفادة وكل هذه المعلومات، وبالطبع سنتواصل معك خلال يعني أيام هذه الزيارة لمتابعة نشاط السيد الرئيس في العاصمة الصينية بكين.